انا وسيد براء على ال عندك انت تعطيه ها براء رحيم عندك انت تعطيه شو ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم شو هالدكان الحلوه هاي دكان تعطيه اعطيه لوسي اما شو اعطيه لوسي اثنين نعم هاي اعطيه لوسي اثنين اما شو هاي شو اسم الدكان السلام عليكم جبريل كيف حالكم السلام ان شاء الله بخير الحمد لله شو بدك تفرجونا تعرفونا على الدكان شو اسمه يا براء هيدي صيفي اكسبرس صيفي اكسبرس شو لكن الاسم بارك الله بيت الصيفي بارك الله بيت الصيفي وبيت العره وبيت عبدون شو اسمه؟ ليزي ايه وسيتوز وماستر وسيتوز وتركيز ما شاء الله ما شاء الله شو ها في ما شاء الله والله عندكم مجموعه حلوه ها؟ ايه وقهوه بعتوا اليوم؟ ايه قداش؟ بعرف والبراد كمان بس هم بيبيعوا الحمد لله هي بايع هي بايع في بابسي ان شاء الله وتشوب تشوب شو بدي ضيفك يا براء؟ ضيفني من هذا كل شيء يلا ضيف كله كله ما شاء الله والله خيمه حلوه مين نصب لكم هالخيمه؟ حلوه والله شوف شوف شو عندكم شو عندكم عصير خيس هيك وطيب عشان تعيطوا للعالم خيس وطيب يجي العالم يشتروا من عندكم شو في هذا 3000 2000 5 10 ولا رخيص و10 خيس والقهوه بقداش 3000 ولا رخيص شو يا خلي شو والله شيء حلو حلو ها ها يلا يا جماعة أهل سلطان وأهل غزة وأهل كامل هون لك على الطريق كامل أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم تفضلوا على الصيفي إكسبرس تفتح الأدنينة معي فيك تعلقها فيها تفتح الأدنينة مقصدة فيه ايه هايدي بدي شو بتعمل بالضفير شو هبتقص هاي تفتح الأدنينة حقه دولارين رخيص 70,000 ما شاء الله يلا بتضيفني ببلاش الي إيه؟ لانه إيه؟ انا التلفزيون ها إيه؟ هيك بدي اياك بدك؟ لا شكرا شو هسه اشرب نغار حياكم الله وبارك الله بكم جزاكم الله خير انا بحب الاونيكا بدي اشتري من عندكم اونيكا إيه؟ هاي هاي انت شو بتشتري من عندهم يا براء انا بشتري من عندهم هاي 140000 على بطاطا 140 مش غالي 140000 رخيصه هي حقها هاي في حاجة اسمها هاي طيبة هاي طيبة 50,000 هاي 50,000 عادي فيش عندنا فيش بنعطيه فيش عندنا فيش بنعطيه يلا قولوا للزبائن تفضلوا لعنا تفضلوا لعنا تفضلوا لعنا تفضلوا لعنا عنا أرخ أحسن أسعار وأحسن كواليتي تفضلوا لعنا عنا دليفري بنجيب لكم خبز تمام بنجيب لكم